معهم اليوم تكملة لأساسيات التصوير، أنواع المقابلات، الزوايا الصحيحة للمقابلات، بالإضافة لللقطات. عرفنا المتدربين الشباب والشابات على الملحقات اللي مع الكاميرا، بالإضافة للعدسات وأنواع العدسات وكل وحدة حسب استخدامها. تم تدريب مجموعة من المتدربين والمتدربات على كيفية كتابة التوصيف وسيناريو التقرير ما بعد التصوير. يعني بعد ما أنهينا عملية التصوير ورفعنا الرشيزات والمقابلات، كيف نبدأ نحرر سيناريو المادي لتكون المادة هي جاهزة لعملية المونتاج، كيف تكون القصة هي جذابة للمشاهد بحيث المشاهد يعني يكمل مشاهدة القصة لآخر ثانية. شاركنا كلياتنا تقريبا، أخذنا اليوم استكريبت للفيديو وكيف نحرره وكثير يعني تفاصيل حتى نحن نكون جاهزين لنعطي تقرير صح واحترافي. بلشنا بموضوع تحرير الفيديوهات وكتاب سيناريو الفيديوهات لنتعلم كيف نصور تقارير إنسانية، تقارير نجاح. بإذن الله بعد انتهاء التدريب هذا رح نكون قادرين أن نصور تقارير ونطلع بتقارير حلوة نغطي مجتمعنا والقصص اللي عم تصير عنا ببلدنا. واليوم هو اليوم الخامس اللي هو كان يوم عملي بالكامل. تم تقسيم المتدربين لمجموعات، كل مجموعة صورت فكرة هي اقترحتها، تنوعت الأفكار، في عنا تقارير، في عنا قصص إنسانية، في فعاليات، في معارض. تم إنتاج العديد من التقارير من صناعة المتدربين نفسهم، كان التفاعل ممتاز والفائدة الحمد لله كبيرة كتير. نتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المتدربين والمتدربات لحتى يصيروا إعلاميين أو صحفيين ناجحين إن شاء الله في المستقبل.